الفريق في هذا الاندفاع. المركز الثالث، ثالث المراكز الشاهينية لعبد الله بن مبارك المزروعي بالرقراقي المزروعي، عبد الله بن مبارك بالرقراقي المزروعي ينطلق مشاهدينا الاعزاء على المركز الثالث، وبنلقى المركز الرابع فيه الكايدة، الكايدة لعبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري على المركز الرابع والمركز الخامس. اشوف التدخل على خامس المراكز، وهذه وصلت شقرة، شقرة لخميس بن سليم العويسي يتقدم بمبارك كذلك مع شقرة في هذا الانطلاق. والمركز السادس هناك من الجانب الآخر، هذه اللي هي ريم، اللي هي ريم محمد بن سالم بن عبد الله المتفيج الكتبي يقدم ريمة على المركز السادس. أما المركز السابع، سابع المراكز هناك نشوف اللي تدخلت في المركز السابع، هذه العنود، هذه العنود لسهيل بن سعيد بن ذويب العامري يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن وصلت لناصية، ناصية لأحمد بن سعيد بن محمد بن عبيد المهيري يتقدم. والمركز التاسع، هذه 11 اللي هي سحابة تعود ملكيتها لسعيد بن علي بن محمد الظاهري. والمركز العاشر 24، شكرا ابو حمد على الارقام والمتابعه، بلقيس هذه سيف بن مبارك بالهواش الخيلي. هذه العشر المراكز الاولى التي تنطلق حامله كذلك تحديات خلف العشر المراكز، اسماء وشعارات عملاقه وقويه تنافس في هذا الشوط، بيكون مثير، بيكون جميل مع المهجنات الاصايل. الاذاعه دائما فيهن الابداع وفيهن الامتاع في أداهن وفي ركضهن في هذا الانطلاق. عودة إلى المركز الأول، وهذه الرياضية اللي تسيطر الدكتور سعيد بن سالم الشيخ كذلك متقدم في عالم الأصالة وفي عالم الطب. الدكتور سعيد بن سالم الشيخ أشكرك على هذه المشاركة. يا سلام المركز الثاني، المركز الثاني وصلت له على ثاني المراكز شقرة لخميس بن سليم بن راشد العوي يتقدم كذلك بهذه الانطلاقات وهذه التحديات، بينما المركز الثالث، ثالث المراكز بدأ الرقصة وبدأ التنافس والتقدم من الأسماء الخلفية. سحابة وصلت لسعيد بن علي بن محمد الظاهري يقدم بن خصيبة، بن خصيبة الله شعار بن خصيبة كذلك معروف شعارا يقدم كلمة هو جميلة. هذه سحابة لسعيد بن علي بن خصيبة الظاهري، ولكن هناك بنبوتة بالذويب يتقدم مشاهدي العزاء من الجانب الآخر، وهذه العنود، العنود سهيل بن سعيد بنبوته العامري يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام، وخامس المراكز، خامس المراكز تدخلت له وتقدمت الكايدة لعبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري، وصلت من الجانب الآخر، وهذه ريمة، هذه ريمة محمد بن سالم بن عبد الله المتفيج الكتبي وصلت في المركز السابع في هذه اللحظات. يا سلام، يا سلام، شوف سابع المراكز هناك يتقدم بالهواش، يتقدم بالهواش الخيالي، وهذه بلقيس لسيف بن مبارك بالهواش الخيالي. والمركز الثامن، هذه وصلت مواري لسلطان بن راشد بن حمد الدرعي. والمركز العاشر، عاشر المراكز الشاهينية لعبد الله بن مبارك بن القراقي المزروعي. يا سلام، يا سلام، هذه النتيجة، هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في شوطنا الثامن عشر في انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم في ميدان المرموم، بهذه الانطلاقة وهذه الاندفاع القوية والجميلة الذي تحضر دائما مع ملاك الهجن هنا في تحفة الميادين في دبي في منطقة لسهيلي في المرموم بالذات، مع النقل الحي والمباشر من شاشة دبي ريسنج في مؤسسة دبي للإعلام في هذا الانطلاق الجميل في دانة الدنيا بهذه المشاركات الفعالة على الرحب والسعة كالعادة دائما في دبي في أرض الخير والعطاء بقادة أصحاب السمو الشيوخ الذين يدعمون دائما كلمة هو جميل.
جميل لهذا الانطلاق وفي هذه حفظهم الله ورعاهم برعايته في هذا الدعم لرياضة الآباء والأجداد في عالم الأصايل. عودي إلى المركز الأول، عودي إلى الانطلاق الأول، ريمة ريمة محمد بن سالم بن عبد الله المتفيج يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني سحابة تتقدم على المركز الثاني، وسعيد بن علي بن خصيبة الظاهري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث هذه تتواجد في العنود لسهيل بن سعيد بن ذويب العامري على المركز الثالث. والمركز الرابع يا سلام وصلت، هذا اسم جديد، وصلت الظبي سعيد بن حزمي بن عبد الله بالطماطم العفاري يتقدم مشاهدي العزاء في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الشيق. يا سلام، بدأ إصدار الأوامر، بدأ الرقص. شوف الانطلاقات، شوف التحديات في أرضية هذا الميدان. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الانطلاق الأول، وهذه المسيطرة على المقدمة مشاهدي العزاء. ريمة انطلقت بمقدمة هذا الشوط وانطلقت بالمركز الأول في هذا الاندفاع. هذه ريمة محمد بن سالم بن عبد الله المتفيج على المركز الأول على الانطلاق الأول، ولكن التحركات بدأت. وصل اسم جديد، شوف هناك من الجانب الآخر، هذه بطولة غدير بن ضعيف بن حمد بن غدير تتقدم في هذه اللحظات. ما يبنى لها طاري في الأسماء في الإذاعة مشاهدي العزاء، ولكن في الأمتار الأخيرة انطلقت إلى المركز الثاني والمركز الثالث. شوف اللي وصلت، شواهين لسالم بسلي بالورع العامري يتقدم كذلك في هذا الاندفاع. عودتنا إلى المراكز الأولى غيرت مشاهدي العزاء، غيرت اللي انطلقت بالمركز الأول. هذه بطولة غدير بن ضعيف بن حمد بن غدير تنتزع ناموس هذا الشوط بجدارة حتى هذه اللحظات، تضيف النقطة الثانية. ولكن شوف الظبي سعيد بن حزيمي بن عبد الله الطماطم العفار، ولكن لا زالت شوف التناسب هذه الثنتين بطولة، ولكن انتزعت المركز الأول الظبي. تهانينا سعيد الظبي لسعيد بن حزيمي بن عبد الله بالطماطم العفاري، انتزعت ناموس هذا الشوط. بينما وصلت في المركز الثاني بطولة الغدير بن ضعيف بن حمد بن غدير، والمركز الثالث شفته رقمها الثالثة. عموما على كل حال بنحاول نذيع مع التوقيت الزمني الخمس المراكز اذا امكن ذلك مع مخرجنا. بينما تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا، هناك تهانينا على هذا الفوز سعيد بالحزمي بالطماطم العفاري الذي انطلق في الأمتار الأخيرة مع الظبي وحظت بالناموس والفوز. وحدة السلامات عناوية 9:20 توقيتها وخمسة أجزاء من الثانية بهذا الأداء الجميل. بينما بطولة نافست على المركز الأول وحظت بالمركز الثاني. بنشوف يا مخرجنا، هذه بطولة لغدير بن ضعيف بن حمد بن غدير في المركز الثاني 9:20 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث اللي وصلت فيه بلغيس لسيف بن مبارك بالهواش على ما أعتقد، بنشوفها نعم، هذه 9:21 وجزين من الثانية. تهانينا لسيف بن مبارك بالهواش الخيالي. نشوف المركز الرابع يا مخرجنا لنعطيها أداعة كذلك الرابعة، ناخذ المركز الرابع. هذه المركز الرابع، نعم شكرا ابو عدنان. اعلان وصلت في المركز الرابع للخزع بن عبد الواحد بالخزع العامري، والمركز الخامس على ما اعتقد انها العنود للسهيل بالذويب العامري، اذا هي 18 عموما ما شفت رقمها. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الاولى، تهانينا لكل الاخوه الفائزين في هذه الانطلاقات. مشاهدينا الكرام، مستمعين